السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج قريبان. أهلا أهلا سيدي عمر. وكيداير لاباس عليك؟ والله يبارك فيك أخويا عمر. وبغيناك محفوظ إن شاء الله دائما أخويا، محفوظ ومضمون. الله يعلي دراجتك أخويا. والله يرحمك الوالدين. اللهم آمين مولاي. والله يصلح لك ما ظهر وما بطل. يا رحمن يا رحيم. بغيناك محفوظ أخويا، الله إلا راك تذكرنا الله يذكرك في الجنة إن شاء الله. أعزك الله وبارك الله فيك سيدي عمر. ولا واحد دعاء خويا الوالدين الله يرحمهم، وشي طفله تماره ماتوا الله يرحمهم، وشي دراري خوتي راه ماتوا لواحد العامين هذه تما خلاو زواجهم الله يرحمهم. الله الله. واحد البنيه تاهي مات لها جوج ديالها. الله الله. واحد البنيه تاهي مسكينه راه 10 سنين كتعاني من الوليدات. لا اله الا الله. وقول لك الدعم معاهم الله يستر، الله يرحم جميع المسلمين، وهذيك البنيه تاهي الله يستر لها يا ربي ويستر جميع المسلمين. يا ذا الجلال والاكرام. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم سيد عمر، لا إله إلا الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أخونا عمر ذكرنا بهؤلاء الأموات ديال العائلة ديالو وهؤلاء المقربين إليه. أخويا عمر، هذه فرصة نذكر أحبابنا الكرام بحقيقة هذه الموت اللي كنخافوا منها. هذا الموت هي رحلة إلى الرحمن سبحانه وتعالى. الموت رحلة إلى الرحمن، وكان الصالحون يفرحون بها. كلما مات الإنسان وانتقل إلى رحمة الله الواسعة كان كيفرح وكيقول لي سعداته، الله تعالى يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. حتى الموت كتنتقل من دار الفناء وكتمشي لدار البقاء. حنا اصلا لماذا خلقنا؟ خلقنا مؤقتين، دارنا ليس هنا. نحن خلقنا جميعا كما غادي يسع الله في تفسير القران الكريم، وغنفسروا عنده بعض الايات العظيمه. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم، هذا خطاب غيكون في الجنه، حنا كنا في الجنه اصلا. ثم ربنا عز وجل امر ابانا ادم وامنا حواء، قال لهم اهبط منها وهبطوا الى الارض، وقال لك لكم فيها متاع الى حين، وكتنتهي وكنرجعوا الى دارنا الى مأوانا الاخير. وفي المأوى الاخير كاين الضيافه، ضيافه الرحمن. اش كاين في الدار الاخيره؟ كاين الضيافه. ربنا عز وجل الكريم وسيدنا النبي الرحيم ماذا قال لنا؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه. فقط غير اللي سولناه من الاموات وقلنا لي اش كتمنى. دابا شو واحد من احبابنا واقاربنا مات، راه فرحان لان غادي كنقول اللهم بدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. لكن اللي سولناه الا رجعتي للدنيا غيقول لك بغيت ترجع للدنيا، اش باغي دير فيها؟ واش بغيتي تدخل الانتخابات؟ واش بغيتي تاسس شي مقاوله؟ واش بغيتي تدخل شي منظمه؟ كيقول لك لا، هادشي كله الناس مسابقين فيه وكيتزاحموا عليه. انا لو اعادني الله الى الدنيا لكي اركع لله ركعتين، او اسجد لله سجدتين، او انفق بين يدي الله درهمين، او اسكب بين يدي الله دمعتين. هذا كل ما يتمناه المؤمن الصادق الذي انتقل من دار الفناء الى دار البقاء، يتمنى أن يعود إلى الدنيا لكي لا ينشغل، لأن همها كله فيها، همها فيها. الواحد منا يدخل إلى الدنيا حافي القدمين، ندخل إليها حفاة عراة ونخرج منها حفاة عراة، وما كندو منها والو إلا العمل الصالح. العمل الصالح هو اللي كينفع. فنسأل الله تعالى أخي سيدي عمر أن يرحم الوالدين والأخوات والإخوة اللي ذكرتهم، ونسأل الله أن يرحم جميع أموات المسلمين، كل من عنده ميت من مقربيه، الوالدين والأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكل ميتين له الأولاد، وكل ميتين له البنات،
وكل ميتين الحفادة. نسأل الله سبحانه وتعالى كل من مات من أحبابنا وأقاربنا وجميع المؤمن والمؤمنات، اللهم أسكنوا فسيح الجنات، اللهم يا رحمن يا رحيم اجعلهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلهم مع النبيين، واجعلهم مع الصديقين، واجعلهم مع الشهداء، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، اللهم أدخلهم الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، اللهم أدخلهم الجنة وأسكنهم في الفردوس الأعلى بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قولوا معنا جميعا أمين، آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.